صار في تطورات حديثة آخرها يوم الثلاثاء الماضي، وأبلغني فيها الأخ الوزير، وبعد أن اطلعت على الكثير من الأمور توجه صباح الأربعاء إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، الذي هو الداعم الأول والرئيسي للشباب الكويتي والرياضة الكويتية، وشرحت له أيضا كل هذه الأمور، وشرحت له أن هناك احتياج لأن نقر القانون قبل يوم الاثنين 4 ديسمبر. ليش يوم الاثنين 4 ديسمبر؟ هذا الاجتماع لا نتحكم فيه، وهي مواعيد خارجية، وحتى تناقش قضية في الكويت في هذا الاجتماع يجب أن يقر القانون قبله.